كارثة بيئية وإنسانية وصحية تهدد محافظة ميسان بسبب تلوث نهر البتيرة، والذي يغذي قرابة 200 ألف نسمة موزعة على عشرات القرى، حيث بات النهر ملوثا بالكامل بسبب رمي المياه الثقيلة فيه دون أي تصفية. ظهور إصابات كثيرة لدى المواطنين وخصوصا الأطفال، وهذا موجود في سجلات المركز الصحي في قضاء الميمونة. هنالك إصابات بأمراض السرطانية، الأمراض الجلدية الحساسية. يعني هسه احنا منطقتنا هاي اذا يصير اللي هو معاكس اتجاه، والله العظيم ما نظل ببيوتنا، تلقى الثلاجه بها غاز الميثان، المجمده غاز الميثان، البيوت غاز الميثان، يعني عندنا اطفال جهال تخنقت من هاي الشغله. يعني هسه احنا علينا 500 متر، لو شوف منا للسلام الناس صار بها جرب. قاعد ناشد، ماكو واحد يعني مثل ما يقول يريد مناشدتنا. ولا انسان يسال علينا. وواحد يذبها على الثاني. احنا شنو مصيرنا؟ نهاجر؟ تلوث نهر البتيرة جاء أيضا بعد النقص الحاد للمياه في قضاء الميمونة ومحافظة ميسان بشكل عام، بحسب مسؤولي المحافظة الذين أكدوا تعرض السكان لأمراض فتاكة انتشرت بينهم مؤخرا. بدأ منسوب الماء ينخفض وهي مشكلة عامة كما تعرف، فبدأ من الآن أو قبل سنة تقريبا آثارها السلبية وآثارها واضحة على حياة الناس وعلى مواشيهم وعلى الأحياء المائية الموجودة في نهر البتيرة. نهر البتيرة الذي كان له أن يكون نعمة لمحافظة ميسان وسكانها، إلا أن واقع الحال يشي بوضوح إلى أن هذا النهر أصبح خطرا صحيا وبيئيا وإنسانيا يتهدد السكان، وأما الحلول الحكومية فغائبة ومفقودة كالعادة.